زي ما حضراتكم متعودين، تعالوا نشوف مع بعض تقرير بيست سيلر أو الكتب الأكثر مبيعاً للأسبوع اللي فات ونرجع على طول. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً لهذا الأسبوع، وذلك وفقاً لما نوهت عنه دور النشر في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت الكتب الأكثر مبيعاً لهذا الأسبوع بين الروايات وكتب التاريخ والتنمية البشرية. تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً من جديد رواية أولاد الناس للكاتبة الدكتورة ريم بسيوني، وتدور أحداثها حول سيرة المماليك في مصر منذ عهد الناصر قلاوون وحتى الغزو العثماني. يأتي في المركز الثاني كتاب أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي للكاتب كريم جمال، وهو محاولة للبحث عن وجه آخر لكوكب الشرق وكشف خفايا سيرتها، تلك السيرة الوطنية التي جعلتها في الوعي الشعبي بمثابة هرم من أهرامات مصر. واحتل المركز الثالث كتاب الخروج عن النص من جديد للكاتب الدكتور محمد طه، ويناقش الكاتب الصعوبات والتحديات التي تواجهها النفس البشرية وضرورة وقوف الإنسان مع نفسه لتحديد اختياراته. تأتي في المركز الرابع رواية لوكاندت بير الوطويط للكاتب أحمد مراد، والتي تحكي عن سلسلة اغتيالات تكشفها جريمة مصرع أحد البشوات. تختتم قائمة الأعلى مبيعاً بأحدث روايات الكاتبة نورة ناجي سنوات الجري في المكان، وتدور أحداثها حول العشر سنوات ما بين ثورة يناير وفيروس كورونا ومدى تأثير هذه المرحلة على جيل كامل وكيف حدثت تغييرات على جميع المستويات.